السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلبة والطالبات صف الأول الإعدادي. صف الأول الإعدادي الترم الثاني عندنا هناخد في الدراسات الاجتماعية، عندنا نشوف كده منهجنا بيتكلم عن إيه. منهج طبعا الجغرافيا بيتكلم عن الوحدة الأولى المناخ والنبات الطبيعي، هتدرس فيه ثلاث دروس. الدرس الأول عناصر المناخ، الدرس الثاني الأقاليم المناخية، الدرس الثالث النبات الطبيعي والحيوان البري. أسئلة سهلة وحاجات سهلة وبسيطة جدا. تمام، نشوف كده بالنسبة للوحدة الثانية الأخطار الطبيعية والبيئية. طبعا الأخطار الطبيعية والبيئية اللي هو عندنا بيتكلم عن أخطار من بطن الأرض والزلازل والبراكين، كنت أنت خدت عنها جزء في الترم الأولاني. أما الدرس الثاني أخطار المياه والرياح، والدرس الثالث معانا الأخطار البيئية. ده بالنسبة للجغرافيا. أما الوحدة الثالثة اللي هي بتتكلم عن روائح حضارتنا، التاريخ الفرعوني طبعا، مظاهر الحضارة المصرية القديمة. الوحدة الرابعة مصر ما بين حكم البطالمة وحكم الرومان. الوحدة الخامسة المواطنة الصالحة. ده منهجك في عجالة كده وفي بساطة عشان نعرف احنا ندرس ايه. اول درس عندنا النهاردة من دروس الجغرافيا في الوحدة الاولى عناصر المناخ. قبل كل حاجة انا لابس تقيل عشان الجو برد، انت هتلبس خفيف كمان شهر عشان الجو هيبقى حر. ايه سبب الكلام ده كله؟ هل ده مناخ ام طقس؟ انا دلوقتي لما اقول لك النهاردة طقس ولا مناخ، والله النهاردة طقس. ليه؟ لأن الطقس هو حالة الجو فترة زمنية قصيرة. طقس مفيش فيه ألف مادة خالص. المناخ حالة الجو فترة زمنية طويلة. تمام؟ طبعا بنحسب بقى الحرارة ودرجات الحرارة والرياح والأمطار والضغط والكلام ده كله. طيب هل المناخ هو أهم عناصر الدنيا دي كلها؟ آه طبعا. إزاي؟ قال لك أهم عناصر الحياة اللي ربنا عز وجل زود الارض بيها المناخ، عشان يجعل نظامنا بيئه صالحه نقدر نعيش فيها ونقدر نتاقلم ونتكيف مع البيئه. طب تمام، المناخ اهم عناصر النظام البيئي دلل على ذلك. ده سؤال ممكن تقول ما يكونش مثلا يتقال في المدرسه. طب دلل على ذلك ليه؟ تختلف اشكال الحياه على سطح الارض ليه؟ باختلاف المناخ. اشكال الحياه كلها يعني انت مثلا حياتك بتتغير تبع المناخ، حتى حالتك النفسيه بتتغير تبع المناخ. ليه؟ فإنها تؤثر في جميع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، وبالتالي بطريقة مباشرة غير مباشرة. يعني الجو حر ده ممكن تتخنق، ما يجيلكش نفسي تذاكر. الجو برد أنا بردان مش عارف أذاكر. لا، في حاجات كتير كده بتأثر في حياتك، فالمناخ بيلعب دور كبير جدا في الموضوع ده. طب هل في آثار سلبية للإنسان على المناخ؟ في آثار سلبية جامدة للإنسان على المناخ. طب إزاي؟ الإنسان أساء لاستخدام البيئة وبالتالي أثر على البيئة تأثير سلبي. ازاي يعني معناها الكلام ده؟ لما بيزود في التكنولوجيا المضرة للبيئة بيؤدي لحدوث تغيرات مناخية حادة. طب ازاي؟ ادى الى ارتفاع درجة الحرارة، وادى الى انتشار الجفاف، وادى الى انتشار التصحر، وادى الى الاعاصير. كل الكلام ده حرك الغابات، فقلل الاكسجين، زود ثاني اكسيد الكربون. ده برضو من التأثيرات السلبية على البيئة. التأثيرات السلبية على البيئة اللي انا اعمل مثلا اي ارمي الزباله، ارمي اي قذرات، كلام ده ما بتاثر على البيئه، حتى بتعمل تلوث بصري. يعني حتى بتبقى في منظر غير طبيعي. ده بيأثر. طب ماشي، يعني كل الكلام ده تاثيره الانسان هو اللي بيعمله؟ ايوه. انا دلوقتي لو في حد مولع في حاجه او في سيجاره مثلا في اوضه، تاثيرها هيبقى ضعيف شويه، لكن لو خمسه بيشربهم هتبقى تاثيرها كبير. طب لو انا بشرب في الشارع او انا ولعت حاجه في الشارع، تاثيرها بسيط لان المكان اوسع. كل ما المكان يكون واسع والتاثير البيئي قليل، فبيقدر المناخ كله او البيئه كلها تقدر تتاقلم على هذا النظام وتحتويه. تمام. طب ايه الفرق بين الطقس والمناخ؟ احنا قلنا سهل جدا. الطقس ها وصف حاله الجو فتره زمنيه، طقس قف قف قصيره، ها قد تكون يوم يومين اسبوع بالكتير قوي. يقول لك ماما النهارده ايه؟ والله طقس اليوم. ما بينفعش اقول مناخ اليوم. يعني جت سنه من سنين تقريبا، السنه اللي فاتت، قال لك اليوم في القاهره نقط طقس. تمام؟ لكن الشهر كله مناخ، السنه كلها مناخ. طب المناخ هو متوسط حاله الجو فتره زمنيه طويله، قد تكون شهر، فصل، سنه. اقول لك مناخ السنه اللي فاتت كان ايه؟ ما ينفعش اقول طقس السنه اللي فاتت، مناخ السنه اللي فاتت. طب قول بقى الحراره بتاعتنا خلفت حاجات كتير قوي. ايه هي عناصر الحراره؟ عناصر المناخ قصدي، عناصر المناخ خلف حراره ورياح وامطار وضغط جوي.
طب تمام، مين اهم واحد فيهم؟ الحراره. طب اشمعنى الحراره يا ولاد مهمه ليه؟ السؤال جه كده مباشر في الامتحان، بما تفسر الحراره اهم عناصر المناخ؟ ليه الحراره اهم عناصر المناخ؟ بما تفسر الحراره اهم عناصر المناخ ليه؟ لان الحراره تؤثر في باقي عناصر المناخ. شوف السؤال سهل وبسيط، لان الحراره بتاثر في باقي عناصر ايه؟ المناخ. طب كمان ها، تعد الشمس هي المصدر الرئيسي للضوء والحراره على سطح الارض، لكن بتختلف درجه الحراره من مكان الى مكان، هنعرف ايه السبب دلوقتي. طب ده خلينا نركز بقى كده، يبقى بما تفسر تعد الحراره اهم عناصر المناخ لانها تؤثر في باقي عناصر المناخ. ليه الحراره؟ ليه؟ ها، لان الشمس هي المصدر الرئيسي للحراره ماله والضوء على سطح الارض، ورغم ذلك تختلف الحراره من مكان الى مكان فتؤدي الى تشكيل سطح الارض. تؤدي الى تشكيل ايه؟ سطح الارض. طب قول لي يا باشا كده، ايه العوامل التي تؤثر في اختلاف درجات الحراره او في توزيع درجات الحراره؟ هنعد مع بعض خمس حاجات وسهله جدا في بيوتنا كلها وفي المكان اللي انا عايش فيه. اول حاجه اختلاف الموقع المكان بالنسبه لدوائر العرض، مش خطوط الطول، دوائر ايه؟ دوائر العرض. طب معناها ايه؟ بص بالبلدي كده، كل ما بنقرب من خط الاستواء ترتفع الحراره، كل ما بنبعد بيقل درجه الحراره. ها، كل ما اقتربنا من خط الاستواء ايه اللي بيحصل؟ ترتفع الحراره، كل ما نبعد تقل درجه الحراره. تمام، بالبلدي انت لو واقف في المطبخ مع مامتك قدام البوتاجاز تبقى الحراره، تلاقي الجو حر، تلاقي مثلا النار اللي موجوده في البوتاجاز خلاص قدامك ده بتعمل لك حراره. طب لو انت واقف في اخر المطبخ مش هتحس بالكلام. يبقى سهله، يبقى اول شيء يؤثر في درجات الحراره كلما ها دوائر العرض، اختلاف المكان بالنسبه لدوائر العرض، معناها كلما اقتربنا من خط الاستواء ترتفع الحراره، بما تفسر بسبب سقوط اشعه الشمس عموديه عند خط الاستواء. طب خد بقى اللي جاي، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء تقل درجه الحراره لان اشعه الشمس ايه؟ مائله. تمام، واحنا خدناها في الترم الاولاني اشعه الشمس المائله واشعه الشمس العموديه. تمام، دي في مكان كبير دي مكان صغير وهكذا. نيجي بقى لحاجه اسمها التضاريس. التضاريس ازاي؟ قاعده ثابته مدى الحياه، حتى هتاخدها في اولى ثانوي وهتاخدها في الكلام ده كله. معناها ايه التضاريس؟ الاساس في التضاريس، عشان نركز بس في الحته دي، كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل الحراره درجه مئويه، ثابته مدى الحياه الى يوم القيامه. كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجه الحراره درجه ايه؟ مئويه، وبالتالي وجود الجليد فوق قمم الجبال. طب السؤال بيجي ازاي؟ بما تفسر وجود الجليد فوق قمم الجبال؟ ليه؟ ها، بسبب عامل الارتفاع. ليه؟ لانه كلما ارتفعنا 150 متر تقل درجه الحراره درجه مئويه. سهله؟ قال لك بقى جبل كينيا في افريقيا، جبل كليمنجارو، اي جبل في الدنيا، لو قال لك جبل في النار عليه تلج، نفس الاجابه. بمعنى اذا وجد الثلوج او وجدت التلج كله او الثلج في اي مكان فوق الجبل بسبب عامل الارتفاع. ليه؟ حيث كلما ارتفعنا 150 متر ها تقل درجه الحراره 1 درجه مئويه. طب ما النتائج المترتبه على ارتفاع درجه الحراره، قصدي كل درجه الحراره 1 درجه مئويه، وجود الجليد فوق قمم الجبال. تمام، ثالث حاجه عندنا القرب والبعد مسطحات الماء. المناطق القريبه من البحار، مش من الانهار، من البحار والمحيطات معتدله صيفا ودافئه شتاء، لان الميه بتعمل على تلطيف درجه الحراره. تعمل على تلطيف ايه؟ درجه الحراره. خلي بالك انت لو نزلت الميه بالليل في البرد هتلاقي دافيه، زي كوبايه الشاي، اعمل كوبايه شاي وسيبها شويه غطيها، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل سخنه. زي بالظبط انت دلوقتي لما تيجي تاخد دش تفضل تمد ايدك عشان ما تسخن شويه، واول ما تدخل جوه الدش خلاص ايه اللي حصل؟ الموضوع منتهى، الشاور بتاعك خلاص بقى مش عاوز تطلع من تحت. ليه؟ جسمك اتاقلم. زي ما تيجي تنزل مثلا في الساحل او في راس البر او في شرم او في اي حته، قبل ما تنزلك بتترعش، اول ما تنزل ما مش عاوز تطلع، يلا يا ابني عشان نروح مفيش فايده، يا بابا سيبني شويه. ليه؟ اتاقلمت على الميه، رغم انت كنت ماشي بالتكتك. طب وانت طالع بالتكتك ليه؟ فقدت الحراره. يبقى هنا هل المسطحات المائية تعمل على تلطيف درجة الحرارة؟ نعم، لأنها كلما اقتربنا من المسطحات المائية كلما اعتدلت درجة الحرارة. كويس أوي. نيجي بقى لحاجة تانية أوي، أنت لما بتكون مثلا في أي مكان، أما تكون في أي مكان إيه اللي بيحصل؟
لما بتكون في اي مكان علشان تروح اي حتة، لو الشمس ساطعة الجو بقى حر. طب لو رحت وقفت تحت شجرة الجو بقى ايه؟ معتدل. ايه السبب؟ بسبب الغطاء النباتي. الارض لك طول ما هي متغطية بالنباتات والحشائش اعرف ان المناخ بيبقى كويس. لو مش متغطية زي الصحراء ها بيبقى المناخ حر. ازاي بقى؟ قالك يمنع الغطاء النباتي أشعة الشمس عن الوصول مباشرة للأرض، وبالتالي تقل الحرارة في الغابات أو المناطق المزروعة عكس المناطق المكشوفة. عكس المناطق إيه؟ المكشوف. يعني لو جاء سؤال في الامتحان قالك تتميز المناطق القريبة من الغطاء النباتي بالاعتدال بسبب إيه؟ لأن الغطاء النباتي يمنع وصول أشعة الشمس إلى الأرض. تمام؟ طب نيجي بقى لحاجة تانية بقى، المناطق المزروعة عكس المناطق المكشوفة، الغابات عكس المناطق المكشوفة. طب حلو قوي. طول النهار في فصل الصيف يا اولاد الشمس طول النهار موجود، بتمشي على الساعه 6 كده ولا الساعه 5 ونص. فالشمس طول ما هي موجوده بتبخ الحراره، بترمي تديك حراره، فالجو حر. طب في الشتاء العكس، اعكس. عشان كده السؤال يقول لك ايه؟ كلما طال النهار تتلقى الارض كميه كبيره من الاشعه الشمسيه، ما هي نتيجه مترتبه على كده ادى الى ارتفاع الحراره في فصل الصيف. اعكس، كلما قصر النهار كان النهار قصير تتلقى الارض كميه قليله من اشعه الشمس وبالتالي انخفاض الحراره. يبقى خلي بالك دي من العوامل الخمسه اللي بتاثر في درجه الحراره او في حراره الكون كله. اول حاجه القرب والبعد من المسطحات المائيه، القرب او البعد من خط الاستواء او دوائر العرض، الغطاء النباتي، التضاريس. خلي بالك من دي، قال ايه؟ التضاريس. وعامل الارتفاع خلي بالك بيأثر في التضاريس، والقرب والبعد من المسطحات المائيه، والموقع بالنسبه الموقع المكان بالنسبه لدوائر العرض وخطوط الطول، والغطاء النباتي وطول النهار. حاجات سهله وبسيطه بتيجي في الامتحان. نيجي بقى لحاجه حلوه قوي، الضغط الجوي. الضغط الجوي والرياح. الضغط الجوي ايه والرياح ماله بقى؟ الضغط الجوي والرياح يؤدي اختلاف الحراره الى اختلاف الضغط الجوي. دلل على ذلك المناطق مرتفعه الحراره مالها ضغط جوي منخفض، والمناطق قليلة الحرارة أو منخفض الحرارة ضغط جوي ها مرتفع. يبقى العلاقة هنا إيه يا أولاد؟ عكسية. يبقى العلاقة بين الضغط والإيه؟ والرياح علاقة عكسية والحرارة. إزاي بقى؟ يؤدي اختلاف الحرارة إلى اختلاف مناطق الضغط، دلل على ذلك المناطق مرتفعة الحرارة ذات ضغط جوي منخفض، والحرارة والمناطق منخفض الحرارة ذات ضغط جوي إيه؟ مرتفع. إذا العلاقة عكسية. طب سؤال تاني، ما النتائج المترتبة على ركز اختلاف مناطق الضغط الجوي على سطح الارض تؤدي الى ها تحرك الهواء ماله افقيا من مناطق ضغط مرتفع الى مناطق ضغط منخفض، وبالتالي يظهر على هيئه ايه؟ رياح. يلا بينا بقى نشوف انواع الرياح. نيجي بقى لانواع الرياح يا اولاد. انواع الرياح عندنا، عندي خلي بالكم انواع الرياح هنعتبر الرياح ديت ام خلفت اربع عيال. الاربع عيال دول رياح دائمه، ركز، رياح موسمية، ها هنركز كمان، الرياح التالتة رياح محلية، نسيم البر والبحر. يبقى الرياح دلوقتي خلفت كام عيل؟ أربع عيال. تمام؟ رياح دائمة، رياح موسمية، رياح محلية، ورياح نسيم البر إيه؟ والبحر، اللي بيسموها بعد كده رياح اليومية. يبقى ركز في الموضوع ده كله، نشوف بقى كل واحدة خلفت كام عيل. نيجي الرياح الدائمة خلفت تلات بنات، رياح تجارية، ورياح عكسية، ورياح قطبية. اما الرياح الموسميه خلفت اتنين بس، صيفيه شتويه وشتويه. اما الرياح المحليه رياح الخمسين، ودي بتغير اسمها من مكان لمكان، يعني عندنا الخمسين، عندنا في السودان اسمها الهبوب. اما الرياح اليوميه اللي نسيم البر والبحر، نسيم الجبل، نسيم الوادي، الكلام ده كله. عاوزين نركز عشان كل واحده من الانواع من انواع الرياح دي نركز فيه. اول حاجه الرياح الدائمه. من اسمها نقدر نستفاد من تعريفها، هي الرياح التي تهب بانتظام طول العام من مناطق ايه؟ الضغط ها المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. سهلة جدا. تمام؟ نيجي بقى بعد كده الرياح الموسمية. خلي بالك الرياح الدائمة بقى عندنا رياح اللي هي التجارية ورياح العكسية ورياح القطبية. بتيجي في الامتحان الرياح العكسية ديت مالها؟ دي تؤدي الى سقوط الامطار، لان الرياح العكسيه الغربيه تؤدي الى سقوط الامطار وتؤدي الى اللي هو الدفء. اما الرياح التجاريه تلطف من درجات الحراره. يعني مثلا عشان يبقى عارفين يقول لك انواع الرياح الموسميه نقط ونقط، شتويه وصيفيه. طب الرياح الموسميه، الرياح الايه؟ الموسميه صيفيه ممطره ليه؟ لانها تهب من الماء الى اليابس.
طب شتوية جافة ليه؟ لأنها تأتي من اليابس إلى الماء، العكس. يبقى ما تيجي من المية لليابس تؤدي لسقوط الأمطار. أنا بشبهها دايماً، أنت ما تيجي تخش تدخل الحمام ناشف أهو، رجلك ناشف ما بتبلش الحمام، مفيش هنا ميه، لكن وانت خارج من الحمام اللي جاي بقى من الميه لليابس بتبل الحته موجوده او يحصل وجود مياه، تمام؟ زي لو انا جبت منديل، منديل ومشيته على منطقه فيها مياه بيتشبع بخار الماء ويؤدي لسقوط امطار. لكن لو المنديل ده مشى من منطقه جافه ايه اللي بيحصل؟ لا يؤدي لسقوط امطار. ده زيه زي الرياح الموسميه او اي رياح في الدنيا كلها. نيجي بقى يقول لك سؤال، الرياح الموسميه تعرف ايه؟ هي الرياح اللي بتتغير اتجاهها ماله موسميا بين الصيف والشتاء. نيجي بقى لسؤال تاني، بما تفسر ربوب الرياح الموسمية؟ بتحدث نتيجة تجاور مساحة كبيرة من اليابس مساحة كبيرة من الماء، طبعا بيختلف من درجة حرارة الأخرى. الرياح المحلية اللي هي الرياح الخمسين، الرياح الخمسين دي تهب في مصر، بيسموها الرياح الخمسين، بتيجي في فصل الربيع عشان نركز فيها، وتهب في مناطق محددة، وتسمى في السودان رياح الهبوب. رياح ايه؟ الهبوب. يعني لو جاء لك سؤال رياح ذات تأثير محلي تهب فوق مناطق محدودة، الرياح المحلية. الرياح ايه؟ المحلية. تأتي فصل الربيع رياح، ها؟ الرياح المحلية اللي هو الرياح الخمسية. نسيم البر والبحر بيحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين. الايه؟ المتجاورين أثناء الليل والنهار. طب نسيم البحر بيحدث امتى ونسيم البر بيحدث امتى؟ نسيم البحر يا ولاد يحدث نهارا، نسيم البر ليلا. يحدث نهارا ازاي؟ الحرارة بتاع الهواء بتكون مرتفعة فوق اليابس، بالنهار الحرارة فوق اليابس مرتفعة، فايه اللي بيحصل بقى؟ فيرتفع الى اعلى لانه خفيف الوزن، ويحل محله هواء بارد يأتي من البحر، وتسمى هذه نسيم البحر. يبقى تاني، نسيم البحر بيحدث نهارا، فالارض فيها حرارة مرتفعة، فالهواء المرتفع الحرارة يرتفع الى اعلى ويحل محله هواء بارد فيسمى نسيم البحر. اما نسيم البر يحدث ليلا، بيعكس بقى، ها، يحدث ليلا حيث يكون الهواء فوق الماء ادفأ من الهواء على اليابس، فيرتفع الى اعلى ويحل محله ايه؟ هواء بارد من ناحيه البحر، وتسمى ايه؟ ها، وتسمى ماله بقى؟ تسمى نسيم البر، نسيم البر. اخر حاجه عندنا الامطار. الامطار هو تكاثف بخار الماء على سطح الارض. هو تكاثف ايه؟ بخار الماء على سطح الارض، وده من الحاجات السهله جدا. عند الامطار ثلاث انواع، طبعا الدرس ده طويل شويه. الامطار ثلاث انواع، بس الاول نتيجه التبخر اللي هو تكاثف بخار الماء. انت عارف بتعمل ازاي؟ لو انت دخلت تاخد شاور كده حلو او دش حلو في الحمام، وفيت الحمام البخار كله خلاص بيبقى كتير لانه خفيف الوزن. طيب لما تيجي تفتح بقى الباب اللي بيحصل بعدها بشويه بتلاقي السقف بينزل ميه زيه زي الامطار بالظبط، تكاثف بخار الماء. طب المطر كم نوع؟ ثلاثة، مطر تصاعدي، مطر تضاريسي، مطر اعصاري. الكتير بيجي في الامتحان الاعصاري. طب التصاعدي يحدث في منطقة الايه؟ المنطقة الاستوائية، يحدث فين؟ في المنطقة الاستوائية، نتيجة ايه؟ ارتفاع الحرارة، فتؤدي لصعود بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، فيبرد الهواء، يبرد ويتكثف ويسقط على هيئة أمطار. سهلة؟ إيه اللي بيحصل؟ بيتسخن، وبعدين يرتفع، يتكاثف يسقط على هيئه امطار. ده المطر التصاعدي. زي بالظبط ماما وهي بتكشف الاكل كده بتلاقي الغطا في ميه نتيجه تكاثف بخار الماء. طيب المطر التضاريسي، الجبل اهو، الهواء يتخبط هنا كده يصطدم بالجبل، يصعد الى اعلى، يصعد الى اعلى، يتكاثف ويسقط على هيئه امطار. المنطقه دي لا، المنطقه دي اه. المنطقه دي يبقى المطر التضاريسي نتيجه اصطدام الرياح المحمله ببخار الماء ها في الجبل، سفح الجبل من تحت، فيصعد الهواء الى اعلى فيخف وزنه ها، وبعدين اللي بيحصل يبرد ويتكثف على هيئه سقوط امطار. المطر الاعصاري بقى سهل، هواء سخن وهواء بارد، الهواء السخن يطلع فوق البارد فهوب يتقله ينزل. المطر الاعصاري ها يحدث نتيجه تقابل هواء ساخن مع هواء بارد، فيصعد الساخن فوق البارد فيؤدي الى التكاثف ويسقط على هيئه ايه؟ امطار. بس لازم يكون فيه برق ورعد، يعني بيبقى موجود مصاحب ليه. مناطق توزيع الامطار بتختلف. في مناطق غزيره، في عند خط الاستواء اللي هو المطر التصاعدي، في مناطق متوسطه اللي هي بتبقى عند البحر المتوسط اللي زي عندنا المطر الاعصاري، في مطر نادر اللي بيبقى فين؟ في الصحراء. ده القصه بتاع
توزيع المطر. حتى جاء السؤال قال لك ايه؟ بما تفسر يختلف، يختلف توزيع كمية المطر من مكان لآخر على سطح الأرض. بما تفسر؟ بسبب اختلاف أنواع الرياح واتجاه أنواع الايه؟ الأمطار، واتجاه أنواع الأمطار. أثر الإنسان طبعا على المناخ احنا قلناه في الأول خالص، هنعيده تاني بسرعة. الإنسان أفرط أو زود قوي في العصر الحديث استخدام التكنولوجيا الحديثة، النتائج المترتبة على كده أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة، أدى إلى الأعاصير، أدى إلى الجفاف، أدى إلى التصحر، كل الكلام ده. أنا هسيب لكم الأسئلة كلها في موقعنا على الرسمي، موقع أجيال أندلس، عشان تقدروا تحلوه. دي بعض الأسئلة تحلوها وتبعتوها لي في التعليقات، أو تبعتوها لي في موقعنا الرسمي أجيال أندلس، أو على الجيميل أو أي حاجة. ده بالنسبة لدرس النهاردة، سهل جدا وبسيط، اللي هو عندنا عناصر المناخ. يبقى عناصر المناخ كان درس سهل وبسيط. أنتظر منكم تعليقاتكم، أي سؤال أنا تحت أمركم. إن شاء الله انتظروني في الدرس الثاني الأقاليم المناخية، وتابعوني في سلسلة أولى إعدادي إن شاء الله. أنا بتأخر عليكم دايما في الحاجات دي لأني غصب عني، لأن عندي من رابعة ابتدائي لغاية ثالث ثانوي، وعندي محاضرات في الكليات، فهو ده اللي بيبقى ضغط شوية، بالإضافة لعندي أخبار التعليم، بالإضافة عندنا قناتنا الثانية أجيال أندلس منوعات، بيبقى فيها برضو بعض الشروحات وبعض الحاجات اللي احنا بنقولها. فتابعونا على قناتنا الرسمية أجيال أندلس، وقناتنا الثانية أجيال أندلس منوعات، وموقعنا الرسمي أجيال الأندلس.com. كل ده هيكون تحت الفيديو في الوصف. أتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح، وربنا يبارك فيكم. ما تنسوش تذاكروا وادعوا لنا أنا وإنتم. في أمان الله. كان معكم أسامة رزق، مؤسس أجيال الأندلس. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا باللايك.